طرفة بن العبد البكري. اسمه الحقيقي عمرو بن العبد، ولد في بادية البحرين، قصد عمرو بن هند ملك الحيرة. قتله شعره في ريعان صباه في العشرينيات من ربيع حياته. ترك لنا أطول معلقة، عد الثانية المعلقات أهمية. قال فيها: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسوا وتجلدي. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني، عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي. أرى قبر نحام بخيل بماله، كقبر غوي في البطالة مفسدي. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لعمرك ما أمري علي بغمة، نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا، ولم تضرب له وقت موعدي.